عندنا وقت، عندنا فضيحة القراقير للأسف المخالفة، كل طراد يقول له يشيل 25، لكن للأسف بحر الكويت كله والله يعين السمك ونقول السمك وين. شوفوا التغريب. قراقير ما شاء الله تبارك الله، حافظ على البيئة البحرية. والله زين يسووا فيك برا الجون، حتى برا الكويت مفروض، مو بس برا الجون. صكوا على الجليب، يبيعون في الجليب، صكوا على الجليب. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. شوف هناك، شوف هناك، هذا اكيد بيقطون الكويت ولا بيبيعونهم برا الكويت. التصدير عندهم مع كله دبل، اثنين اثنين فوق بعض. شوف اللي ورا هناك ما يبينون، ورا تشوفون ما شاء الله بدايه موفقه صايدين تشاس ما شاء الله تبارك الله. الحين احنا خلف قراقير يا جماعه اللي بالبار، الله يستر اللي صارت في البحر. شوفوا شوفوا القراقير كذا، ويقول لك كل طراد لا كم قال، والله احنا ما ندري. طالع طالع 25 بالسنه، 25 بالسنه. شوفوا شوف ايش كثرهم، قادر نمشي من كثرهم. الله يعين البحر. ويقول السمكة وينها. شوفوا التقرير اللي